اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم لتنذر قوما ما لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسبا وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن
فبشروا بمغفرة وأجر كريم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة عنه قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني وغطيني به فأتيته بالكساء اليماني وغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يدلو له كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جداك تحت الكساء فأقبل الحسن عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء وقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك باقاك تحت الكساء فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده السلام عليك يا من اختار الله وتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء وأقبل عند ذلك بالحسن علي بن أبي طالب وقالت السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة وقيمة ابن عم رسول الله فقلت نعم حاهما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء وقال الحبوب عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي والصاحب الوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء وقال وعليك السلام يا بنتي ويا بزعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء أو ما بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وقاصفتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي ويعلمني ما يعلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم محب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك
وغفرانك ورزوانك علي وعليهم وعذب عنهم رجس وطهرهم تطهيرا. قال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان السماوات إنما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يجري إلا في محبته يا أولئك الخمسة الذين هم تحت الكسرى. فقال الأمين جبرائيل: يا رب هم تحت الكسرى. فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة وهم فاطمة أبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل: يا رب أتأذن لي أن أحبط الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم قد أذنت لك. فحبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى. ويقرئك السلام ويقصدك بالتحية والإكرام ويقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم. وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقال رسول الله وعليك السلام: يا أمين وحي الله، إنهم نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لعبي: يا رسول الله، أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي: والذي بعثني بالحق نبي واستفاني بالرسالة نجي ما ذكرنا خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفي جم من شيئتنا ومحبينا، إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي: نزم والله فزنا وسعدنا فعضشيتنا ورب الكعبة. فقال النبي: واسعاني يا علي، والذي بعثني بالحق نبي واستفاني بالرسالة نجي ما ذكرنا قبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفي جم من شيئتنا ومحبين وفيهم محموم، إلا فرج الله حمه ولا مغموم، إلا بكشف الله غمه ولا طالب حاجته، إلا بقضى الله حاجته. وقال علي: نزوا الله فزنا وسعدنا وكذلك شيتنا، فعزوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود، وبحق علي وأنت الأعلى، وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض، وبحق الحسن وأنت المحسن، وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان، وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام. بارِ لات جو واسطہ محمد والے محمد کا اس مقدس حدیث کی ساکہ دنیا میں جہاں کہیں بھی شان حیدر کرار، بالخصوص جو یہاں تشریف فرما، ہم سب کی جان مال عزت و آبرو ناموس کی حفاظت فرما. بارِ لات جو واسطہ محمد والے محمد کو دنیا میں جہاں کہیں بھی شان حیدر کرار، قید و بند کی سختیوں میں ہم سب کو عابد بیمار کے صدقے میں رہائی عطا فرما. بارِ لات جو واسطہ محمد والے محمد کا پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی شان حیدر کرار، جو ظلم کا شکار ہیں ظالموں کو نیست و نابود فرما، مظلوموں کی حمایت فرما، ان کی حفاظت فرما، تمام روضات مقدسات کی حفاظت فرما، اور جتنے بھی علماء آیت اللہ عزام اور فقہا
سمے سب کی حفاظت فرما، ان کی عمروں کو طولانی فرما، بالخصوص آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی، آیت اللہ سید علی خامنائی کی حفاظت فرما، ان کی عمروں کو طولانی فرما، بار الٰہی جواسم محمد و آل محمد کا ہمارے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، بار الٰہی جواسم محمد و آل محمد کا ہمیں عمل صالح کی توفیق مرحمت فرما، بار الٰہی جواسم محمد و آل محمد کا کہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ایسا بننے کی توفیق عطا فرما کہ ہم وقت ظہور مولا کے کشف برداروں میں شمار ہو سکے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔